التلفزيون اننا مختفين كان سوربرايز، كان سوبر. يعني انا مش فاهم كل الكلام، لكن دلوقت كلنا هنروحوا عند البيت عشان ما حصلش. كنت متجوز يا حاج محمد؟ والله كنت متجوز اربعة، واحدة منهم ربنا افتكرها ماتت، والثلاثة طلقتهم. افهم انت طلقت الثلاثة؟ انا دلوقت عازب. تتجوزني يا حاج؟ والله يا بنت انا ماليش في السمنة الهولندي، نبقى اصحاب. يا باشا ما كانوش مخطوفين ولا حاجة، ورجالتنا توصلوا بأنهم كانوا في رحلة خلوية في الصحراء. مكافأة؟ مكافأة إيه يا فندم؟ إحنا ما عملناش غير واجبنا. إيه؟ هم فين دلوقتي؟ كلهم معزومين عند واحد من أكابر الصعيد، أصر يعزمهم كلهم على العشاء. اتفضل. يور ويلكم يا خواجات. يلا حماد خش. إيجيبشن تشيكن. مرحبا. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. بسرعه يلا يا جماعه، كاميرا واحد بره على البوابه، كاميرا اتنين جوه في البتاعه دي، وكاميرا ثلاثه تاخد الكونتر. ماشي يا راجل. خير يا بيه؟ ايه اللي هتعملوه ده؟ ابعد يا راجل انت من هنا، احنا قناه كبيره. انت مين يا ولدي وعاوز ايه؟ والنبي يا عم الحاج توسع من هنا، احنا عندنا شغل كتير ومش ناقصين عطله. استنى يا مناع. شوف يا ولدي، هنا مفيش تصوير، وسيادتك اللي معاك مناع هياخدكم مع 20 راجل تعملوا رحله صغيره ورا الجبل عشان تعملوا فيلم عن الديابه والزواحف وتاثيرها على حياه البشر عندنا، ومنها على المدافن شرق الجبل. عاملين مدافن جديدة للإعلاميين وأصحاب القنوات الكبيرة، يتخشوا تتعشوا وبعدين تصور الخواجات في أي حتة خارج حدود بلدي. قلت إيه؟ أنا قلت يا حاج إن تصوير برا البلد هيدينا فرايتي أكتر. أنا قلت عليك عاقل مناع، دخلهم يتعشوا وطلع المذيعة فوق عند الحريم يتفرجوا عليها. حريم إيه؟ مش حاطلة. روحي صوري مع التعبين. فين الحريم؟ اتفضل. يلا يا جماعه هاتوا الحاجه وتعالوا. الحاجه اللي قاعد معاك. يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا يا بنتي، اتفضل اقعد. وش معنى انت اللي شايعك الحاج؟ مش عارف. انا مدام نوره مرت ابن الحاج، لسانس اداب على فكره. هاي. مالك خايفه يا بنتي؟ ليه؟ ده انت نورتينا. ميرسي يا طنط. والله بقيتي ططيه كامله. تشربي ايه؟ ميرسي. لا متى في ميرسي هنا؟ لازم تشربي حاجه. حاضر حاضر. اهلا يا باشا. يا اهلا وسهلا. اهلا يا مناع. اتفضل. الحاج والله ما عارف اقول لك ايه. ولا حاجه، لولا الامان اللي انتوا عاملينه ما كنتش لقيتهم. يا راجل ده لو انت اللي خاطفهم ما كانوش هيرجعوا بالسرعه دي. يا ابني احنا غلابه، لا بتوع خطف ولا غيره، احنا بنخدمه بس، وكله بفضل مجهوداتكم. يخيبها، شفتي المرة حبته من خده. ياه طلقكوا ولسه بتحبوه؟ معلش يا بنتي، الحاجات هنا كلها عندنا من جوه، الحب والكر هيبقى داخل لجوه وسط الدم واللحم. استاذنك يا حاج وبكرر شكري المرة التانية. على ايه؟ انا بس عاوزك تبلغ البيه الكبير
اننا هنقدر نساعده رغم ان الجبل مش تحت ايدينا دلوقتي. المره دي عدت على خير، الله اعلم المره الجايه هقدر اساعد ولا لا، وممكن تكون خابطه وعره قوي. يا ريت ياخدوا بالهم مننا ويرجعوا الجبل لاصحابه، ساعتها هقدر اسيطر وساعتها تقدروا تحاسبوني. انما دلوقتي انا ايد سايبه وايد مربوطه. وبعدين انت مخك كبير ويوزن بلد. شرفت يا باشا. سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. عملتها اكيد يا حاج. ما عملتش حاجه يا ولدي. ده حتى الاوتوبيس ده ماليش دعوه بيه، لا من بعيد ولا من قريب. مع السلامه يا بنتي. مع السلامه. ابقي تعالي ان شاء الله. انستي وشرفتي. ميرسي. مع السلامه حبيبتي. اوكي 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 احنا تعشينا خلاص يا عم الحاج، نقدر نروح؟ ممكن تروحوا، بس المعدات بتاعتكم هتلاقوها منتظراكم في الفندق في سوهاج. نعم. بعتناها خلاص. قصدي شكرا يا عم الحاج. يا جدي اتكسفت لما الخواجة هبستك؟ انت كمان خدت بالك؟ ليه اتكسفت؟ عيب يا ولدي، ما تعودناش ان واحدة غريبة تبوسنا وقدام الناس. بس انت ما زعلتش، انت اتكسفت. طب نعم. طب حجيني. هحجيك. كان يا ما كان، هي فرحة جت؟ جات ومشت من غير ما تتكلم. اسمع يا مهران، بكرة قول لها جدي بيقولك ما تزعليش، هو مسك خالي حماد وزعل وقاوي عشان. ليه يا جدي اتكسفت لما الخواجة هبستك؟ انت كمان خدت بالك؟ ليه اتكسفت؟ عيب يا ولدي، ما تعودناش ان واحدة غريبة تبوسنا وقدام الناس. بس انت ما زعلتش، انت اتكسفت. طب نعم. طب حجيني. هحجيك. كان يا ما كان، هي فرحة جت؟ جات ومشت من غير ما تتكلم. اسمع يا مهران، بكرة قول لها جدي بيقولك ما تزعليش، هو مسك خالي حماد وزعل وقاوي عشانك. وانت زعلته عشانها ليه؟ انت مالك، قول لها كده وخلاص. حاضر يا جدي. واللي بيني وبينك سر، لا ستك ولا اي واحدة تعرفه، مفهوم؟ مفهوم يا جدي. تعال صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انا هحجيك حكاية جديدة قوي وحلوة قوي. كان يا مكان.